حنينها من كل بستان تزورك كل حين، ترنو إلى أفق مضيء بالحنين. أهلا بكم يا صبح الأمة المسفر ودوحها المثمر، أهلا بكم عسكر الرياحين وزهر البساتين، أهلا بكم في أوراق الياسمين. إذا أردت أن تصطاد السمكة ارمي لها الطعم الذي تحبه هي وليس ما يحبه ميولك ومزاجك. كل الناس في هذا الزمن والنعم لكن تكشفهم الأزمات. إذن آراء الناس استفيد منها لكن لا تجعلها قاعدة، هي ليست قاعدة حياة وموت أو كتاب منزل، وكذلك لا تجعلها قاعدة توجهك يمين ويسار، ستجد جوانب مشرقة. فالأثر يلد الأثر والنجاح يلد النجاح. يقول الواصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر كرسول الله كان يلبس جبة يمانية، فلو أني جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أدنى آنية أعطانيها أبي زرع. كلمة لابن القيم رحمه الله يقول أن القلب السليم هو الذي سلم من الشرك ومن الغل والحقد والحسد والشح. هذا صدى الوادي وهذا صدى صوتك في حياة الناس، يعني حتى لو ترى إنسان على خطأ يجب أن تكلمه بغاية النبل وأن تستحضر في ذهنك منظومة الأخلاق. كيف نقوي القدوة في نفوس أبنائنا؟ وارفع رأسك دائما وقل أنا مسلم ولتسمع الدنيا، يعني هذا نوع من الشخصيات أنها لا يمكن أن تثبت الوجود إلا بالظلم والغطرسة وشد الانتباه ولو أعزكم الله بأتفه الأسباب. بقدر ما تتعلم، بقدر ما تنجز، بقدر ما تبدع، بقدر ما تفكر، بقدر ما تقدم سيفقدك الناس. استطلع شي يقول: ما أصعب صفة في الشخص تتعبك؟ كثرة الشكوك 32%، كثرة النقد 36%، وعدم الوضوح 32%. وتحدث في مسمع الكون الفسيح، فالكون في عطش وفي يدك النمير. ابقوا رائعين كما أنتم، ناشرين للورد ناثرين للحب، أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أفق مضيء بالحنين، طريق فيه عطر السابق، أوراقه بثت إليك حنينها من كل بستان تزورك كل حين.